أستاذة فوزية معانا، اتفضلي. أستاذة فوزية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلمت بمامتي هي متوفية. اتفضلي، رحمة الله عليها. فجتني البيت وزعلانة قوي قوي وبتعيط. ها. وبعدين حضنتني وقعدت تبص فيا وقالت لي أنا عايزة أجي عندك. ها. قلت لها طيب تعالي، ودخلتها وجت. فمش عارفة ايه هو الحلم. دخلت البيت عندك؟ ايوه. استاذة فوزية انا عايزك تدعي لوالدتك على طول. ان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. لكن لما تخش البيت عندك، ايوه، وتدخل عندك البيت، ايوه، ربنا قال ايه؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فإذا تحقق السكن للميت استقراره إن شاء الله في الجنة. والبكاء يدل على الفرج، ويخرون الأذقان يبكون يزيدهم خشوعا. وإن هي تسلم علي وتقبلني دليل على حسن حالها عند ربنا. ربنا قال: وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإذا التقى المسلمين فتصافحا تساقطت ذنوبهما قبل أن يتفرقا، والله أعلى وأعلم.